السلام عليكم مشاهدي هذا الفيديو، وجئتكم اليوم بطريقة تحضير قريصات نافع وجلان. وهذه هي الطريقة بمراحل ديالها من الأول حتى الأخر، كيفاش تنوضعوا العجين ديالنا لا يمكننا من استخراج لنا عدد الكرات. تشدوا المقادير كاملة وتنخلطوها مع بعض في الطحين وكندلكوها مزيان حتى تصبح العجين متماسك. وهذه الطريقة باش نرشو شوية الطحين على المكان اللي غنوضعو فيه العجين، وتكون ما رطبة بزاف ما قاسحة، تكون ما بين وبين باش تساعدنا في التكراس ديالها. هنا وصلنا للمرحلة ديال التكوار، غادي نشدو نكورو بكريسات صغيرين وتبقاو على بهاد الطريقة من اليمين لليسار حتى تتكونوا في شكل متناسق. هذه الطريقة تنقلو البوها بحال هكا حتى كتعطينا عجينة دائرية. وتبقاو بهذه الطريقة حتى تنكملو العجين ديالنا. وكيلو الطحين تيخرج لنا مثلا 24 كرة أو 25. من بعد تنحتاجو اللاطات ديالنا، طاوات او اللاطات اللي تنقولو حنايا، تكونو ميزون بلاس كما تنقولو حنا ميزون بلاس، تكون كلشي موجود عندك. اول حاجة كتحضر المسائل والوسائل باش تخدم. انا تندوز للمرحلة ديال الرولو، مثلا تنضربو بالرولو 2 مرات، تبسط عيشة شوية ما مسطوش بزاف ديال الرقيقه حيت مازال غادي يخمروا، وتنستفهم بهذه الطريقه في اللاطه. اللاطه تنحاول ندهنوها شويه بشويه الزيت، كنبقاو بحال هكا بهذه الطريقه تنبسطوا فيها بوحده بوحده الى ان تنساليو العجين كامل. حاول ما ترقوهاش بزاف باش ما تجيش هابطة، وهي ديجا تتخمر ولكن ما نبسطوهاش بزاف. هاي تناخدو ليها الشكل ديال القياس اللي بغينا، ما تكونش كبيرة بزاف وما تكونش صغيرة. وانتوما تاخدو سوا بغيتها صغيرة او متوسطة. انا من بعد ما كرسنا الكرات كاملين كنوضعوها في اللاطات نخليوها تخمر واحد 10 دقائق. 10 دقائق تتخمر لنا الكرات ديالنا. هانتوما المشاهدين كما شفتو وجدات الخميرة شوية طلعات، وتنحاولو نرشو عليها من الفوق الججلان للسمسم. قبل ما نرشو على الججلان كندهنوها بصفارة البيض باش تعطينا واحد الكولورون دوغي او مذهب. انتما كما تشوفوا دهناهم بالبيض صفارة البيض باش تعطينا وجه جميل، وكنرشو على الججلان. ويا هاديك النقيطة اللي تيبانو ليكم في العجين، هاديك هو ديال النافع والجلجلان اللي خلطنا في الأول مع العجين. هانتوما من بعد ما دخلنا الفران درجة حرارة 180 كان
كنخشهم في الفران، كنخليهم يطيبوا على خاطرهم، كيتنفخوا مزيان وكياخذوا الكولور ديالهم، تيجيو هائلين في المذاق وفي الشكل وفي كل شيء. شاي طيبة، السلام عليكم، إن شاء الله.